مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله احنا في سوق الانصاري محافظه السويس، هنشوف مع بعض طريقه تنظيف وتقطيع سمكه اللوت. سلام عليكم، ازيك محمد؟ عامل ايه النهارده؟ معانا سمكه ايه بقى؟ ما شاء الله. كم كيلو سمكه دي؟ 11 12 حاجه. ما شاء الله، هنعملها النهارده بقى يا محمد. يلا بينا نطلب. طبعا محمد صورنا، محمد العاصي صورنا معاه اكتر من فيديو تقطيع وتنظيف، صورنا سمكه السلمون معاه وسمكه القرش برده. النهارده هنشوف هو بيعمل لنا بقى ايه سمكه اللوت. الابيض
صغير بس بسم الله ما شاء الله مهارته وخبرته كبيره. الراس بتاعتها بتتعمل شوربه ولا بتترمي؟ شوربه. شوربه؟ هو السلسله. السلسله يعني مفيش حاجه هتترمي منها؟ ولا حاجه، هي الاحشاء بتاعتها بس. هي حته الجلده والمعده بتاعتها ها؟ اه. بس. وبتصفي النص بالنص مش كده؟ ايه؟ بتصفي النص بالنص. اه. وزنها بيقل النص. بيقل النص بالنص. اي سمكات. ما شاء الله شايفين لحمه ابيض جميل. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. دي جلدها سميك ولا رقيق؟ رقيق. لا انا خلصت مش قادر. تعبك اكتر يعني تبقى متعبه اكتر في ان انت تخليها.
عشان ما تهلكش طبعا. بس بسم الله ما شاء الله زي ما شايفين كده ما شاء الله عليك. ده الفيلي الثاني برضو بقى زي الجنب الثاني بالظبط. اه بيبقى زي بالظبط. تسلم ايدك حاجه جميله جدا. هو طبعا الزبون عايزها سليمه كده فليه سليمه وهو بقى يتصرف معاها. تسلم ايدك يا محمد. استاذنك بس في رقم التليفون 010 ايوه 66 ايوه 017 123. متشكرين جدا. شكرا. بشكركم جدا لحسن المتابعه واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في قناتي اللي يشوف القناه اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.